السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا في باسكت بغرزة جديدة، بغرزة الأعمدة المائلة. هي غرزة شبه غرزة السنابل أو السنبلة، بس إيه، واخدة ميل كده في الشغل. طيب، أنا في البداية هقول لكم إزاي نعمل القاعدة اللي هي المزدوجة دي، لأنها بتخلي الباسكت بيبقى متين وماسك نفسه في القاعدة. طبعا احنا في البداية بنعمل الغرز بتاعتنا، يعني بتعملي المقاس اللي انت عايزاه. انا ابتديت هنا بتمن غرز، بعد كده زودت 16، بعد كده 24، وبعد كده بقوا 32. تمام، بنعمل التزايد، بتعملي المقاس اللي انت حباه. في البداية هقول لكم ازاي نعمل اللي هي القاعدة اللي هي دي من تحت. احنا بعد ما بنقفل الغرز بتاعتنا، كده بنبتدي نعمل ايه؟ بنبتدي احنا عندنا فتحات اهي، بنبتدي ندخل في الغرز من هنا كده، ناخد لفة ونسحبها كده اهي. الغرز اللي هي زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا هنا فتحات اهي، دي هي اللي احنا بندخل فيها. بدخل فيها واعمل لفة، ومن خلال الغرزة دي بطلع تاني. بفضل اشتغل بالطريقة دي لحد ما بيخلص الدايرة كلها كده اهي. لحد ما بتخلص معايا الدايرة كلها بالشكل ده. تمام، يبقى احنا مش بناخد دايرة ولا حاجة او بناخد لفة ولا حاجة، لا، انا بمجرد ان انا بخرج الخيط، بخرج الخيط واطلعه بس. هنكمل لحد اخر السطر وبعد كده نشوف السطر التاني. انا هو خلص السطر بتاعي كله. لو لاحظنا ان احنا ابتدت القاعدة بتاعتنا تاخد كده شكل مزدوج، بنعمل ايه هنا؟ بنبتدي ان احنا نسحب الخيط من هنا، عشان المفروض ان احنا هنشتغل برضو لسه من جوه تاني كده. تمام، اهي. هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى، احنا عندنا هنا مش هيبقى لينا دعوة بالغرزة اللي هي من بره دي خالص، لا، احنا هنشتغل على الاتنين اللي جوه دول. بصوا، اللي هما دول الاتنين الغرز اللي هي من جوه من هنا، دي اللي احنا هنعمل عليها الغرز بتاعتنا بتاعت الحشو اللي هي في السطر الاولاني. هندخل كده الابرة وهنعمل ايه؟ بصوا كده اهي، هندخل الابرة من هنا الاول، وبعدين ندخلها في الغرزة التانية، ونسحب ونعمل غرزة عادية اهي. ناخد دي مع دي يبقوا اتنين على الابرة، بعد كده نسحب تبقى غرزة واحدة بس اهي. يبقى انا بشتغل في الغرز من جوه كده اهي. لما بنشتغل بالطريقة دي بنبص نلاقي ان القاعدة بتاعت الباسكت خدت معانا متانة كده، وواقف الباسكت ما هوش مميل، وده اللي بيخلي الباسكت بيبقى واقف وثابت. تمام، يبقى هنكمل كده بنفس الطريقة اهو، هنكمل بنفس الشكل دوت، ان احنا بنخش في الغرزتين من هنا من جوه اهي اهي. هذه اول واحدة. ممكن لو انت حابة ان انت تجيبي ابرة، استني نجيب ابرة، ممكن نجيب ابرة كده ونبتدي ان احنا نوسع الغرز لنفسنا شوية، عشان نقدر ان احنا ندخل بين الفتحات اهي. نوسع لنفسنا بالغرز وناخد كده الاتنين مع بعض اهي،
نيجي برضو على اللي وراها، نبتدي ان احنا نوسع لنفسنا بالغرز اهي، عشان ان احنا نقدر ان احنا ندخل الابرتين الموجودين فيها اهي. وبنكمل بالطريقة دي اهي، بنكمل بالطريقة دي لحد اخر السطر، لحد اخر السطر بنكمل نفس الطريقة دي، ان احنا بندخل بين الغرزتين من ورا من هنا دول. تمام، انا اهو خلصت الدايرة كلها من هنا بالغرزة اللي هي غرزة السنبلة، من هنا كلها خلصناها اهي. اخر واحدة عندي اهي، حبيت ان انا اوريها لكم عشان اشوف، عشان اقول لكم هنقفل الشغل ازاي. هنطلع بالابرة كده وندخل من هنا كده اهي، ونبتدي نشوف الخيط هنا خارج منين اهو، وابتدي ان انا اسحب الخيط بالغرزة بتاعت الباسكت معانا. تمام، هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هبتدي ان انا اسحب الغرزة بتاعتي عشان اكون اول سطر في الغرزة المايلة. هنا بعمل ايه؟ بسحب الخيط كده شوية، وعندي هنا احنا زي ما احنا شايفين هنا عندي السلسلتين، انا بشتغل على السلسلة الاولانية مش التانية اهي كده. اول واحدة بس هي اللي هطلع منها واعمل سلسلة. تمام، طيب الغرزة التانية هعمل ايه؟ برضو هدخل هنا من جوانب كده واسحب الخيط عندي، هيبقى عندي غرزتين، هسحب من على الغرزة الاولانية هيبقى عندي تلاتة، من الاولانية كده هسحب واخد الاتنين التانيين مع بعض. زي ما احنا شايفين كده ابتدت الغرزة تدي ميل. هنكررها تاني اهي، هنكررها تاني اهي، ندخل كده من جوه نسحب اول غرزة، نخرج بعد كده نعمل الاتنين مع بعض اهي. تمام، هنفضل نشتغل بالشكل دوت لحد ما نخلص السطر كله اهي بالشكل ده. بنفضل نكمل بالشكل دوت لحد ما نوصل لاخر الباسكت اهو، بنفضل نكمل بالشكل دوت اهو لحد خلاص كده ما وصلنا لاخر واحدة في الباسكت. ده بيبقى شكل الباسكت عموما، دي الغرزة اللي هي بتبقى ماشية معانا في الباسكت كلها. بنشيل بقى الخيط عشان هنقفل من هنا اهو كده، عشان هوريكم ازاي نشتغل الصف التاني. الصف التاني هو برضو نفس الكلام اهي، بس هنا هنسحب الخيط من هنا كده من جوه كده من عندي من هنا كده، واسحب الخيط من جوه الغرزة من هنا واطلع بيها كده اهي. هنشتغل من جوه الغرز، هعمل برضو اول واحدة زي ما احنا عرفنا اهي، وبعد كده اطلع بسلسلة. الباقي بقى هشتغله ازاي؟ هدخل من هنا اهي واخرج، وعند اول سلسلة اعمل نفس اللي انا كنت بعمله اهو، هدخل من جوه اهي كده، وبيبتدي بقى الغرزة بتاعتي كده بتاعت الباسكت اهي. كل ما بتزودي عدد السطور
كل ما الغرزة معانا بتبان اكتر، ونكمل اهي لحد ما بيخلص معانا السطر كله اهو بالشكل دوت. ياريت تجربوه، لانه اولا القاعدة بتاعته متينة جدا، الغرزة نفسها لو انت عندك خيط ما يكونش تخين، او لو انت عندك خيط رفيع وحابة تزودي الباسكت بتاعك سمك اعملي الغرزة دي، وكمان حلوة جدا في الشنط اهي. نكمل، حابة اقولها لكم تاني اهي، بندخل من جوه من هنا وعلى اول غرزة اهي، وبيبقى شكل الباسكت كله عندنا بالشكل ده. حتى لو احنا حبينا، بصوا كده القاعدة اللي احنا عاملينها، القاعدة اللي احنا عاملينها مخلية شكل الباسكت متين واقف كده وثابت اهو. تمام، اتمنى يكون النهاردة الغرزة بتاعتنا سهلة، وان شاء الله تنفذوها وتعملوا منها شنط، بيبقى شكلها حلو جدا في الشنط او البورتوفيه، بيبقى برضو شكلها حلو جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.